جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا عن حلق اللحية شيخ صالح، ويقول نسمع أن تركها سنة وأن حلقها من الكبائر، فما رأي فضيلتكم؟ أن تركها سنة وأن حلقها من الكبائر، إعفاءها قصده، لعله يقصد إعفاءها، أن إعفاءها من السنة وأن حلقها من الكبائر. الذي يكون من الكبائر لا يكون سنة، إنما يكون واجب، يكون إعفاؤها واجب. إلا إن كان يقصد بالسنة يعني طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فإعفاء اللحية ثابتة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثابت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع أمره صلى الله عليه وسلم بإعفائها فقد نهى عن حلقها وقصها، وعد ذلك من التشبه بالكفار والمجوس والمشركين. كل هذا يدل على تحريم حلق اللحية، ويدل على وجوب إعفائها، وعلى أن ذلك من خصال الفطرة التي عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والتساهل في هذا الأمر تقليدا للكفار والفسقة والعادات السيئة كله مما لا يجوز للمسلم الاستسلام له، بل الواجب على المسلم أن يعمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو خالفه الأكثرون، ولو خالف العادات تقاليد. وأما أن حلق اللحية من الكبائر فلا يظهر لي هذا القول، هو وإن كان محرما وفيه إثم ومخالفة، لأنه لا يصل إلى حد الكبيرة، لأن الكبيرة كما عرفها العلماء كل ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بغضب أو لعنة أو نار، هذا ضابط الكبيرة، وليس شيئا من هذه الأمور جاء في حلق اللحية، وإنما جاء النهي، والنهي يدل على التحريم، وليس كل محرم يكون كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.